اولا مرحبا باش وقع، ومرحبا بجميع الصحفيين اللي شرفونا في هذه الليله التكريميه. فالفكره جات من مجموعه من الاخوان الله يجزيهم بخير، فنانين وفاعلين جمعويين، انه يعملوا حفل تكريمي يليق بقيمه السيده فاطمه القراقي وما قدمته للمسرح وللوطن من اعمال جليله لمده 60 سنة. 60 سنة من العطاء. فأنت كتشوف أن كل الفنانين المتطوعين، الصحفيين جاوا من جميع أنحاء المملكة، الجمهور اللي غادي يحضر يعني من دابا شوية باش يحضر هذا الاحتفاء، فهذا عمل ديال الله، واللي كتكون نية حسنة وكتكون شي حاجة من القلب كيسر فيها الله. ونقول لكم واحد القضية، على أن هذه السيدة أمورها ميسرة، الباب اللي دقينا عليه تلقاه معلول، كل شيء ميسر الحمد لله، معنوي ومادي. مادي بمعنى انه فكرنا اننا ندخلوا الفرحه والسرور على السيده فاطمه القراقي. فلا يعقل ان امراه قدمت شيء الكثير للمسرح وللفن وساكنه في الدار ديال الكرا باقا كاريه. فالفكره ان هذا الحفل الريع ديالو وداك الشيء اللي جمعنا ان شاء الله غادي نشريو لها بيت ان شاء الله الرحمن الرحيم، بتضافر جهود ديال جميع الاخوان الله يكثر خيرهم ديال اللجنه المنظمه وديال الشركاء اللي معنا من مسرح محمد الخامس، ولا السيد وزير الثقافه ووزاره الاتصال، ولا الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون، ولا مجموعه من الاخوان. اننا الفكره غادي نشريو لها بيت، وغادي نعيطوا لكم كصحافه باش تعينوا هذه اللحظه هذه ان شاء الله. وحبيبتنا وصديقتنا، انا اشتغلت معها في 3 ديال الملاحم مع السي محمد حسن الجندي ملحمة العهد، ودائما امراه بشوشه لا تتكلم الا بالعبر والحكم وباللغه العربيه، متواضعه طيبه القلب، الكل يحبها، وهذا الدليل الذي جمعنا وهو محبه هذه المراه. ونريد ان نرد لها ما قدمته لنا من مساعدات معنويه ومن نصائح، فأعتقد أنها اليوم ستكون في أحلى أيام فرحها. احنا كنا معها البارح، غنت لينا، بقات كتغني لالا فاطمة، فرحانة ونشطة، وهذا هو اللي الحمد لله احنا سعدنا أننا فرحناها، والله يفرح الجميع.